اي مو رايح شو مبدل يعني مو رايح قاعد ابدل وكتب بصف يعني وين رايح للمدرسه يما معتصم وجو محترق وسادي المدارس والعالم كله ما رايح حدك رايح انت يما لا ماكو دوام ولا شيء المدارس كلها مفتحه وخلنا نروح نداوم وراح تخلص السنه وكل شيء ما شفنا من عندها خوش حرنا بس بالمظاهرات وبدنا نسولف انت والله ما تستحي صدق مو ابن انت هاي العالم طالعه تريد حقها واعتصامات وسادين المدارس والجو محترق والشهداء خطيه الله يرحمهم وانت حاير بالمدرسه تريد داوم سنه كامله راح تخلص وراح تروح من عمرنا واحنا كش ما مهتمين لا دراسه لا قرايه لا شيء انا على ابو هاي السنه 16 سنه ما شفنا راحه الشباب عطاله بطاله لاكو تعيين لاكو شيء بوق سلب نهب كل شيء ما شفنا على هاي السنه خابس روحك يما هذا الحكي ما يفيدني خوش عالم على راسي الشهداء على راسي اد اروح ادرس راح تخلص السنه قاعد لك والله صدق ما تستحي تعوف جماعتك وتخونهم ومن براهم تروح تداوم والله انت مو عراقي يما اروح اداوم مدرس مستقبلي احسن ذا السوالف كني اروح يما خاطر الشهداء اخذ حقهم حقيقي على راسي الشهداء ما اقدر اسوي شيء انا ما بدي اي شيء خوش يما الله